امتعاض شعبي خلف حنقا وسخطا غير متناه على مجلس محافظة كربلاء جراء تردي الخدمات، فلا شوارع معبدة ولا ماء ولا بنية تحتية، شوارعها فقدت رونقها جراء تراكم القمامة على قارعة الطريق وفي الأزقة. أهالي المدينة المقدسة وبعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية خرجوا بتظاهرة عارمة اقتحموا خلالها مبنى مجلس المحافظة، حيث كالوا لأعضائه اتهامات بالسرقة وطالبوهم بالمغادرة مرددين شعار شلع قلع كلكم حرامية. اليوم طلعنا هاي المظاهرة لأن سوء الخدمات بكربلاء عامة، أي مكان بكربلاء هسه القبلة نقص كهرباء مي، أي جميع الخدمات ما موجودة بكربلاء. هاي صار احنا 14 سنة ساكتين نطلع مظاهرات، بس هذه المظاهرة تختلف عن المظاهرات الباقية. نريد شيء يتحقق، نريد إنجاز يتحقق. ما دام اكو حكومة جديدة هسه انتخبنا ناس محترمين ونعرفهم ونعرف أصلهم، نريد تقديم من عندهم. هذا اللي راح ينتهي هسه، نعتبر انتهى هذا الزمان المشي. نريد شيء بالجديد، نريد تقديم خدمات. المواطنون ايضا اتهموا رئيس مجلس المحافظه بالتقصير والفساد وتهميش معاناه الكربلائيين الذين ضاقوا ذرعا بحالهم، محملينه كامل المسؤوليه لما آلت اليه احوال المدينه بكامل اقضيتها ونواحيها. اليوم ما تشهده من تردي خدمات في محافظه كربلاء يتحملها بالدرجه الاولى رئيس مجلس محافظه كربلاء نصيف الخطابي. كربلاء اليوم تنقص بالخدمات، لا توجد كل الخدمات اليوم، انقطاع في الماء، تردي الكهرباء، وفي حتى امور الخدمات الاخرى. ادري مجلس المحافظه ايش عندك نايم بالش اسمه بالمجلس، طلعوا شوفوا الناس، كافي وصلتوا مليارديريه، كافي الناس كانت لها الضيم والحر اوائل تبهذلت تدمرت، كافي. ليش هيك؟ ليش نايمين؟ ليش نايمين والشعب ما طلعوا للشعب تحاكوا؟ ليش نايمين؟ الله ينتقم منكم. ويطالب أهالي المدينة الحكومة العراقية بالإسراع بتشكيل حكومة جديدة يكون جل همها الفقراء وما يعانونه من سوء معيشة، فهذا هو الشعار الذي حملت، وهذا أيضا هو الذي دفعهم للتوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوتهم أملا بالتغيير ومحاسبة الفاسدين.